السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء، اليوم سنأخذكم في رحلة قصيرة إلى المقبرة في القرية المجاورة بروتيف. قرية بروتيف هي التي نشأت فيها وتربت أمي. لماذا نذهب الآن إلى هناك إلى المقبرة؟ لكي ننظف قبر جدتي أي والدة أمي. بعد أسبوع واحد من عيد الفصح تحل عندنا ما يسمى بالأوكرانية بومنالني دني، معناها أيام إحياء ذكرى الموتى. لذلك من الواجب علينا أن نرتب قبور أقاربنا وننظفها ونزينها بالزهور. عادة يستخدم الناس الزهور الاصطناعية، غير أن هناك بعض الناس يزرعون على القبور الزهور الحية الحقيقية. ها هو شكل المقابر في أوكرانيا، ينصبون الصلبان الخشبية والمعدنية، وينصبون الأنصاب واللوحات والأكاليل من الزهور الاصطناعية. يكتب على اللوحات اسم المرحوم وتاريخ ميلاده ووفاته. أحيانا يكتب الشعر أو مهنة المرحوم وتوضع صورة المرحوم، ويحيطون القبور بالسياج المعدني. وعادة إذا مات زوج مثلا يتركون المساحة بالقرب من قبره للزوجة للمستقبل. ها هو قبر جدتي أي والدة أمي. اسم جدتي مثل اسمي ماريا. هذه طاولات. لماذا توجد طاولات ومقاعد في المقبرة؟ لأن الناس خلال أيام إحياء ذكرى الموتى يأتون إلى هنا بالحقائب مع الأطباق المطبوخة والمأكولات، ويجلسون حول المائدة ويأكلون هنا في المقبرة. بالإضافة إلى الأكل بالقرب من القبور في المقابر، يضع الناس الحلويات الملبسات على القبور، والأطفال يجوبون القبور ويجنون يجمعون الحلويات ويضعونها في الأكياس ويأكلونها في البيت. ها هي بعض التقاليد. انظروا هنا زوجان هكذا. الفتون نظر إلى هذه الصورة، صورة الأطباء. دفن هنا من مكتوب طبيب جراح. وهنا نرى نصب تذكاري ليسوع المسيح. نسمي المقبرة بمملكة الموتى أو مملكة الصمت الأبدي. بشكل عام عندما يموت شخص يدفن في تربة في توابيت خشبية. عادة بالقرب من المقابر توجد كنائس أرثوذكسية
عندما يموت الشخص يدقون أجراس الكنيسة. هنا لا توجد كنيسة، لذلك تستخدم هذه البراميل المعدنية بمثابة الأجراس. هكذا يخبرون سكان القرية عن موت شخص ما. طبعا في هذه السنة خلال الحجر الصحي لن يذهب الناس إلى المقابر لإحياء ذكرى الموتى، بل سيحيون ذكرهم في البيوت.